بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكركم على هذه الاستضافة هذه. سميتي الكاوي محمد، أوميمطو صانع تقليدي في قطاع الخزف منذ سنوات، وأنا عضو في جمعية المستفيدين، جمعية المستغلين المحلات، يعني مستفيدين المحلات وصناعة هضبة الشعبة، ونائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش أسبوع. وصراحة يعني داك الشيء اللي تقال كثير وكثير جدا، وفي أغلبية يعني ما قيل عن هذا الملف وما يروج له عن هذا الملف، كل تقريبا أغلبية التدخلات اللي دخلوا الإنسان الأخوان ديك النار كله فيه مغالطات وفي مجانب للصواب تماما. حنت الإنسان ملي تيبغي يدوي خص يدوي بالوثائق، ما يدويش بالشفاوي، لأن الشفاوي راه ساهل أي واحد يقول لك أنا عندي وكنملك وكندير وكندير، ولكن ملي كتجي الأرض الواقع وكتشوف الوثائق كتلقى عكس ما كيتقال. هذا الملف ديال المحلات هو كل بصريح العبارة بدأ منذ الوهلة الأولى، منذ ما كان الإحصاء. كما كتعرف جميع المشاريع اللي كيكون فيها إحصاء وكتكون فيها عادة ترحيل وكيكون فيها عشوائي وغير تحول واحد، لابد ما كيكونوا اختلالات كثيرة، سواء اختلالات مقصودة أو غير مقصودة. كيف ما كتعرف ملي كيكون الإحصاء ديال شي أي منطقة عشوائية كيف ما يكون، راه السلطة ملي تتهبط راه في الأول تيديروا إحصاء ما تيتأكدوش 100% من هذوك الناس اللي تيديروا معاهم الإحصاء واش فعلا، حيت ما تيطلبوش من المواطن شكونك أنت جالس في هذا المحل، راه لاكارت ناسيونال كيقيدوا لي. ولكن راه ما بعد الإحصاء كيكون إثباتات باش تستافد الإنسان. هذه المراحل اللي دازت فيها كان إحصاء، ما تيعنيش أن الإحصاء الناس اللي كانوا في الإحصاء بالضرورة هم اللي غيستافدوا، الاستفادة مبنية على وثائق كيف ما كيجي في الاتفاقية ديال تسيير القرية والاتفاقية ديال التدبير والاتفاقية اللي تبنى على المشروع، راه حاطين فيها في المادة 9 ديالها حاطين واحد شروط الاستفادة. من بين شروط الاستفادة هو تيقول لك أن الإنسان خصو يكون عنده محل داخل هضبة الشعبة، وإما كيتوفر على ضريبة أو وثيقة أو مجموعة وثائق تثبت أنه يزاول داخل هضبة الشعبة. لا ما كاينش شرط ديال التاريخ، كاينش تاريخ، كاين وثائق، يعني كاين ان احنا غادي نحولوا محلات. ما كاينش شي شرط نهائيا، احنا عندنا اتفاقيه شراكه باش تبنى المشروع والنقاط اللي مسطره في البنود اللي كاين في الاتفاقيه ما كيشيرش نهائيا لجي. كاين حاجه وحده اللي كاينه هو الوثائق، باش نعرفك انت راك مستفيد وخصك تحول خص تكون عندك وثائق ديال واحد المحل. دابا المشكل اللي مطروح هو علاش على واحد علامه استفهام توتر، علاش بالضروره كاوي محمد؟ هذا هو السؤال اللي مطروح هنا. تتبين انه هناك صراعات ديال بعض الاشخاص اللي كنسميهم انا مافيا، مافيا بهذا المفهوم ديال مافيا، ولوبي كاين نتكون داخل الجمعيه اللي انا كنتمي ليها، واللي الوثائق ها هي تشير، ها هي وثيقه رسميه ديال المكتب ديال الجمعيه، وها هو محمد الكاوي نائب رئيس الجمعيه، وعبد الكبير العبير هو رئيس الجمعيه، وصل الايداع ديال الجمعيه ها هو من طرف السلطه المحليه، المحضر ها هو ديال الجمع العام، ها الاعضاء ديال المكتب فيهم الكاوي محمد هو النائب. كنستغرب كيفاش هاد الناس دابا هذه مده ديال سنه ونص، اكثر من سنه ونص باش درنا الجمع العام، علاش هاد الناس سنه ونص هما ساكتين على الكاوي محمد هو نائب رئيس في الجمعيه، حتى لهاد العام عاد بداو كيتحركوا هاد الناس وكيطعنوا فيا. هذا مجرد سؤال خصنا نسولوا لهاد الناس كيفاش كينكروني وانا كاين معاهم في الجمعيه الداخل. هذه من جهه، من جهه اخرى كما قلت لك القضيه ديال كيفاش الناس كتستافد، الناس كتستافد بوثائق شي كنعرف، الناس واحد عنده محل عنده وثائق ديالو كدرسها. وحاجه اخرى، هاد الناس كاين واحد الموضوع تير بزاف على ان واحد اللجنه كانت مكونه من ثلاثه الاشخاص، كيقول لك يدعوا لا ثلاثه الاشخاص ما كاينين سبعه، راه كانوا دايرين مغالطات في هذيك الهضره اللي قالوا هما ثلاثه الاشخاص. انا حضرت الاجتماع كان فيه المندوبيه، كانوا فيه ممثلين ديال السلطه، كنا فيه حنا غرفه، كنا اختارينا ثلاثه الناس. شنو الدور ديال هاد ثلاثه الناس؟ الناس اللي ما بغاوش يفهموا هادشي، الدور ديال هاد ثلاثه الناس هو لجنه استشاريه. شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو ملي كتوحل الاداره كاداره كسلطه في شي موضوع ولا في شي مشكل ديال شي واحد مستفيد، كتعيط على هذه اللجنه بحكم انها كانت هذيك اللجنه منتخبه من طرف واحد المجموعه ديال الصناع اللي في هضبه الشعب، اللي تيزكوا طلبات ديال هاد الناس، تيزكوا الملفات ديال هاد الناس. يعني هاد السيد فعلا راه كيتواجد ولا ما كيتواجد؟ وهاد الناس خداو هاد الصبغه ديال هاد اللجنه
ولاو كيتحكموا ولاو لوبي ولاو باغيين يسمصروا في الحوانت لانه جاء على 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 ذكر لسان رئيس رئيس ديال هذه العصابه. ما كنسميهاش لجنه كنسمى عصابه لان احنا عندنا خروقات كثير على هذه اللجنه وغنضبطوا مضبوطه بوثائق. هذا الرئيس ديال هذه العصابه اللي كنسمينا ماشي لجنه عصابه راه في التصريح ديالو صرح قال لك شيطنا. شيطنا 8 المحالات. عرفتي كلمه شيطنا شنو هي؟ شيطنا باش نبزنزو فيهم ونبيعو ونشرو فيهم. راه السلطه راه ما كتشيطش. السلطه راه عندها دير على هذا المشروع ملي تبنات فيه 101 المحلات. واش هاد 101 المحلات تبنات عن عبس؟ راه تبنات مقابل انه كاين احصاء في واحد العدد ديال الناس. اذا هاد الاحصاء اللي دار فيه 101 خاص الناس تدخل 101. علاش تعزلت 93 والاخرين شيطوها باش يلعبوا فيها؟ ودي المصيبه العظمى الكارثه العظمى هو في واحد الوقت اللي كان هاد الناس دار فيهم السيدر قائد الملحقه الاداريه ديال بياضه دار فيهم استجعيده دار فيهم الثقه وجابهم للبيرو عنده باش يفحصوا معاه الملفات واذا به هو خرج يقضي شي غرض في المقاطعه. خرج واحد من وسط من هذيك اللجنه هز ربعات الملفات ديالنا حنا ديالي انا وديال مجموعه ديال واحد الاخوان اخرين هما غيصرحوا بيا سرقهم وخرجهم عن برا المقاطعه ورجع كيكمل معاهم ملي بداو كيفحصوا لقاو الملفات ما كاينينش. علاش هذا؟ هذا سؤال هو كيطرح باش هذوك الناس ما يحضروناش حنا في القرعه باش نتسماو حنا ما كاينينش. ولكن تناساو او نساو او اغبياء بان حنا راه عندنا وثائق ديال الكيره عندنا كونترات ديال الكره والمحلات ديالنا في هضبه الشعبه وحنا مستعدين نهودوا مع الناس والصحافه حتى يشوفوا المحلات وحتى يريبوا لنا محانتنا امامنا. دابا المشكل تحول سياسي. ناس عندهم عقليه ما عاد كيدير هذه العقليه كيفكروا في السياسه اللي باقي لها كيفكروا في الانتخابات اللي باقي لها سنتين. ما عرفش بنادم راسو واش غيصبح كاع عايش ولا ما غيصبحش عايش وكيخدم على سنتين وعلى ثلاث سنوات. اللي جاو حنا شوف حنا ماشي ضد ما ضد حتى واحد. انا بالعكس انا كيبقاو فيا داك الناس مساكن اللي باقيين ما استافدوش واللي ما عندهمش وثائق راه تاهما خوتنا تاهما صناعيه بحالنا بحالهم. انا كنتمنى من الدوله ومن السيد العامل ومن الناس يلقاو لهم شي حل اللي ممكن يقدروا يضيفوا بعض المحلات. راه باقي عندنا بقع كثيره خاويه هنا يضيفوا بعض المحلات اضافيه في اطار بروجي اضافي لهذا الشيء. انا مع هذا الشيء ولكن باش الانسان يجي يقتحم ممتلكات ديال الدوله ممتلكات ديال الدولة راه باقا ما تسلمتش راه هذه في عهدة الدولة في عهدة الإدارة راه الحماق. واش إنسان ما عنده حتى شي وثيقة ويجي فرقع محل ويدخل ليه وكتزكيه واحد اللجنة فاسدة واحد اللجنة واحد اللوبي ديال الاسترزاق كيزكيه باش يقول ليه هذا راه محلك دخل ليه؟ راه لا يعقل. على حنا على هذوك الناس اللي هما في اللجنة اللي كيزكوا هذوك الناس وشكون اللي دخلهم من القرية؟ هذا سؤال. شكون اللي عطاهم باش يدخلوا القرية؟ السلطة إدارة هي اللي عطاتهم وثائق باش يدخلوا الماء والضوء وبالتالي هما عطاتهم الدوله ناضوهم وما بغاو يوليو يعطوا لوحدين اخرين. راه العابات يعني قمه العابات. وبالتالي ان السلطه شافت بالناس لانه داروا ثلاثه تدخلات مشكوره السيده القائده ديال هذه المنطقه هذه بكل صراحه يعني عانت مرين مع هاد الناس لانه هاد الناس ما تيحشموش وقالوا فيها هضره اللي صراحه هضره اللي كتنقص من 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 من, من المراه وصيفتها كقائده. راه عندي فيديوهات انا راه عندي فيديوهات لها بغاتهم السيده القائده مستعد نعطيهم لها فيها اغاني فاحشه بالنسبه وعارف انا شكون اللي داير هذاك الشيء ومستعدين الا بغات تواجهوا في القضاء امشي معها للقضاء لانه فيديوهات اوديوات وفيديوهات حشومه هذاك الشيء يتقال. السيده كدير خدمتها كقائده ديال الملحقه احترموها ولا حتى هي امراه وكان دابا راجل تما ما يقدروش يتجرؤوا عليه هكا. دخلت دارت ثلاثه تدخلات. جات التدخل الاول دخلت عندهم بالهدوء بالاداب بالصواب الله يخليكم خصكم تخووا هذه المحلات حتى دار الاداره تكمل هذوك المحلات اللي باقين لانهم باقين شايطين واحد سته المحلات على اساس انه كاين واحد اللائحه فيها شي 14 ولا 15 واحد. السلطه غتريح مع الاداره وغيشوفوا هذوك 16 واحد شوفوا كيفاش تيدمجوهم باش حتى واحد ما يضيع باش هذوك المحلات يستافدوا منهم. ولكن هذه اللجنه ملي شافت ان كاين واحد مجموعه ديال الاخوان ربما كاينين شي اخوان عاطين الفلوس لهذوك الناس باش يلقاو لهم بلايص ملي شافوا المحلات غيستغلوهم وحدين اخرين بطريقه قانونيه راه دخلوا لهم هذوك الناس وجات السلطه خرجتهم مره وتبررت فيهم قالت لهم سيروا عا كتمشي القايده تخرج من هنا يجوا في الليل كيفرقعوا المحلات وكيدخلوا. وبالتالي واش كاينين حنا في دوله السيبه؟ حنا في دوله القانون. انا المحل عطاته لي الاداره كيف ما عطات الاداره ها نقول لا بروسيدير اللي درت كجميع الصناع اللي استافدوا هنا عندنا دفتر التحملات
ها هو الكاوي محمد، ها هو، ها هو دفتر التحملات شكون اللي عاطيها لي هذا؟ شكون هادي؟ آه وزارة الصناعة التقليدية، الغرفة الصناعة التقليدية، ها السينيات، ها الطابع، إمتى عارفين إمتى هذا؟ خص الناس يفهموا بأن هذا راه من 2018، ها هو 5 أبريل 2018 فاش قال لي زيت أنا وحتى بقيت الناس اللي دخلوا معنا، راه شنو المشكل اللي كان عندنا حنا؟ كان عندنا مشكل باش ما التحقناش مع الناس في الأول، كان عندنا مشكل ديال الماء والضوء، حنت كيشرطوا عليك من بين شروط توقع دفتر التحملات ولا ما دخلتيش الماء والضوء ما تسلمش المحل، خصك تسلم وتدخل الماء والضوء باش تدخل مباشره للعمل، ومن غير هاد من غير هاد الشيء من غير هاد الشيء باش تعرف واش هاد لاراديس كتلعب. ها هي كونترا، ها كونترا ديال الضوء، ها كونترا ديال الماء، واش هاد لاراديس اللي جا عندها دق عليها يقول لها دخلي لي الماء والضوء غتمشي تجي تدخل لي الماء، راه هاد لاراديس راه كتشد وثائق رسميه من الاداره باش تدخل لك الماء والضوء، واخا ما كاين مشكل. هذا شنو هو؟ هذا اشهاد من عند الاداره بانني تسلمت المحل ديالي وفيه مجموعه ديال المعدات، هي ساردين لينا هنا عن طريق عون قضائي، هذا المحضر ديال عون قضائي، ها هو عون قضائي، ها هو محضر عون قضائي، ها هو باش تسلمت سميتو عليه، ها هو الاشهاد، وهذا هو اللي مهم اللي كنهضروا عليه والناس اللي تيقول لك ما عندناش، ها هو اشهاد موقع عليه، ها هو فين هو ديال اش هذا؟ التزام باش نهدم المحل ديالي، باش نهدم المحل ديالي. وانا كنتمنى مادام جيتو لهنا وكنتمنى ان النهار اللي غادي يعيطوا لي الاسبوع الماجي باش نهدم غنعيط لكم باش توقفوا معايا حتى تهدم المحل ديالي باش تعرفوا محمد الكاوي واش عنده محل تما ولا ما عندوش. انا صيفط اكبر طاجين في العالم اللي كاين هنا اللي باقي الان معلامه اللي كيجوا كاع الناس الزوار كيجي يزوروها، محمد الكاوي عبد ربي هو اللي صايب هذاك الطاجين وبشهاده قنوات عديده، كاين دخل اليوتيوب غتشوف عدد ديال الحوايج على محمد الكاوي، عندي مجموعه ديال الشواهد اللي ربما ما كايناش عند شي واحد في هاد الناس كاملين اللي كيغوتوا، وحنا كنسكتوا كنخدموا في الصمت كنشتغلوا الحمد لله الله ميسر لينا. وراه كتعرف بان كل انسان ناجح كيكون وراه حساد وراه عديان وراه حنا كنعرفوا هاد المسائل ما عندناش مشكل في هادشي. دابا غير المهم اللي بغيت نعرف هو ان هاد الناس خلاصه القول هو ان هادي مافيا كنسطر عليها بالاحمر، مافيا تكونات هنا داخل القريه باش تبتز الصناع التقليديين، ولدرجه نعطيك واحد ابتزاز هو دابا تيديروا فيه دابا حاليا، وانا تنتحمل مسؤوليتي كنائب رئيس، انا كنطعن في هذا الرئيس اللي معانا ما تيمارسش المهام ديالو الحقيقيه، لدرجه انه كاين تزوير دايرين جمعيه اخرى، الجمعيه الاصليه اللي محطوطه على السلطه هي هذه، وكاينه جمعيه اخرى وهميه كونوها هذا الرئيس مع هذيك العصابه وتيسيروا في القريه. دون سند قانوني، ما عندهم لا وصل ايداع، ما عندهم حتى شي حاجه، والسلطه ما اعترفتش بهم، وهما اللي كيباشروا المهام دابا ديالهم، وحنا كممثلين قانونيين ديال الصناع في هذه الجمعيه قصونا، وهما اللي تيباشروا المهام ديالهم، وتيبتزوا الصناع، لانه اليوم اصبحنا واش 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 هذا رئيس ديال جمعيه اللي سنه ونص والجمعيه تاسات وملزمه باش دير كونت باش تفتح كونت باش الناس يحطوا الفلوس في الكونت، هاد السيد كيطلق واحد العصابه تما كيدوروا على الصناع وكيجمعوا من عندهم فلوس ديال العساس. شمن عابات هذا؟ هادي الجمعيه اللي بغات تسير قريه، كندوروا على الناس نشدوا بحال الإتاوة، ندوروا على الناس يدوا صحه يشدوا معهم فلوس كيعطوا العساس 40000 وكتشيط لهم 60000 ولا 40000 كيدوا يقسموها بيناتهم وياكلوها. هاد المسائل باقي غنهضروا عليها ملي غيدخل المشاكل ديال سيره القريه بالفعل تولي تباشر المهام الجمعيه ديال غنتناقشوا في هاد المسائل اللي هي خطيره وخطيره جدا كتوقع هنا داخل القريه. كنطلب ميساج وارجوك السيد العامل الى ما تدخل من حيث التسيير ديال هاد الجمعيه، انا راني نائب رئيس وكاتب العام، انا والكاتب العام ما كنمارسوش مهامنا داخل هاد الجمعيه، علاش؟ حيت السيد قصى المكتب الحقيقي ولا كيشتغل مع واحد العصابه داخل القريه، وبغينا هاد الجمعيه يقولوا شنو هي دارت، راه عام ونص باش دخلت القريه، بغينا نعرفوا شنو الخدمه اللي دارت، المهام ديالها راه مذكوره في اتفاقيه التدبير منصوص عليها بالحرف، شنو المهام ديالها اللي خصها دير. وهاد الناس كيقول لك حنا اللي كجلجنا حنا اللي نفرقوا الحوانت وحنا اللي خصنا نديروا كل شيء، وكيدعاوا بكلام باطل. حنا اليوم الحمد لله جينا كندبوا بوثائق، دوينا كل شيء الوثائق محطوطه عندنا، هاد الناس داروا استجوابات شفويه، ما كاينش شي واحد اللي ورانا شي وثيقه اللي كتبت الحق ديالو، وشكرا، السلام عليكم.